المحاولة الأولى لانتشال السيارة التي غرقت في العاصفة على مدخل بيت ليث. أو ليست السيارة بل بقايا السيارة. بقايا السيارة التي جرفتها المياه. أوه. هذه هي بقايا السيارة التي جرفتها المياه يوم أمس بلدة بيت ليث. وهنا كما نشاهد رئيس بلدية ياطا الحاج رشيد كورامي. كما نشاهد هنا جرب التربة. يلا هي